السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. اتهام خطير للسعودية بمنع وصول مئات آلاف المقاتلين اليمنيين إلى غزة. وإلى التفاصيل، كشفت صحيفة إسرائيلية شهيرة عظيم الشراكة بين السعودية والعدو الإسرائيلي، مؤكدة أن المملكة تحول دون تدفق مئات آلاف اليمنيين على الأراضي الفلسطينية المحتلة لنجدة إخوانهم في غزة. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن السعودية الطرية هي شريك كامل لإسرائيل من خلف الكواليس وفي كل الأوقات حتى أثناء وقف إطلاق النار. وأشارت معاريف إلى أن اليمنيين يواصلون تهديد السعودية ويطالبونها صراحة بوقف التعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة. وتؤكد الدورية أن حركة أنصار الله تهدف إلى إرسال مئات آلاف المقاتلين اليمنيين للحرب في غزة إلى جوار المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أن السعودية هي من تمنع وصولهم. طبعا هذا الخبر لا غرابة فيه، فالسعودية معروفة بمواقفها، وما رقصهم ودعمهم للأغاني والمراقص في ظل ما يعانيه أهلنا في غزة إلا خير دليل. هؤلاء ليسوا بمسلمين ولا يمتون إلى الإسلام بسلة، وسيأتي دورهم إن شاء الله، سيأتي عليهم الدور بإذن الله وسينتهون. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.